اهلا بكم مشاهدتنا الكرام مره اخرى، يعني لكم والفتره الطبيه. هذه الفقره مشاهدتنا الكرام مع الدكتور بلال خليل، استشاري امراض النساء والتوليد والعقم. يا اهلا وسهلا. اهلا بك. اهلا بحضرتك. الحقيقه النهارده بنتكلم في شيء يعني ما يعلموش كثير من الناس، ولكنه بيسبب يعني كثير من الالام للمراه، وبيسبب ايضا لتعطيل حياتها الزوجيه، بمعنى انه بيسبب لها احيانا العقم. نسبه كبيره زي ما اتكلمنا مع الدكتور قبل الحلقه من نسب العقم في العالم راجع لهذا المرض. هو الاسم مترجم، الدكتور ان شاء الله هيوضح لنا ما معناه، حتى يعني اذا ذهبت لعياده طبيب امراض النساء تبقى عندك فكره ومثقفه حول هذا الموضوع. هذا المرض اسمه مرض بطانه الرحم المهاجره. ما هي بطانه الرحم المهاجره؟ ده اللي نعرفه من الدكتور بلال خليل. بسم الله الرحمن الرحيم. هو مرض البطانه المهاجره هو مرض الحقيقه منتشر عالميا، وبيمثل 10-15% من حياه العقم على مستوى العالم. نعم. الاسم العلمي بتاعه اندوميتريوزيس، واسم العربي اللي هو المترجم مرض البطانه المهاجره. بطانه الشيء اي سطح الداخلي للشيء. نعم. بطانه الرحم هي السطح الداخلي للرحم. كلمه مهاجر اي شيء في غير موقعه، يعني مثلا زي يكون واحد مصري عايش مثلا في كندا يبقى موقعه مش موجود. نعم. المعنى ايه؟ ان الدوره الشرعيه بتيجي منين؟ بتيجي من بطانه الرحم. اذا انتقلت هذه البطانه من بطانه الرحم لمكان اخر، وبتبقى غالبا في الحوض مثلا على قناتي تلوب او على المبيض او على في الحوض او في المناطق دي، بتعمل دوره شهريه مع الدوره الاساسيه، فاصبح الست عندها دورتين، دوره عاديه بتنزل طبيعيه، ودوره اخرى حبيسه مخزونه جوه هذه الدوره. لو انت الغشاء البيتوني مش مفتوح على الهواء كده على بره، لكن فبتيجي دوره شهريه تحت تاثير الاستروبروجستيرون الهرمونات الانثويه العاديه. فبتعمل اكياس دمويه. طب بيتم تصرفها ازاي يا دكتور؟ ما بتتصرفش بقى، هي دي المشكله. بتفضل محتجزه جوه الرحم. بتفضل محتجزه. نعم. فبتعمل الام وبتعمل نسبه عاليه جدا من العقم، وطبعا هي بتبدا من سن مبكر، يعني من اول العشرينات لغايه سن، يعني نقدر نقول مثلا من بدايه بلوغ البيت بتحصل عندها. مش بدايه بلوغ بالظبط، لكن بعديها بكذا سنه. ممكن قبل ما تتجوز يعني، مش مرتبطه بالزواج. حتى السبب الحقيقه الاساسي مش معروف بالظبط ايه سبب المرض ده. نعم. ولكن هي نظريات، اشهر هذه النظريات ان البطانه دي بيحصل لها جزء من البطانه دي بترجع عكس الاتجاه، بدل ما تنزل على بره بتخش جوه قناه فالوب وتصب في الحوض. بترتفع يعني زي التعبير. يعني ما بتنزلش على بره. نعم. جزء منها، دي نظريه من النظريات، انها بتتحول. نعم. وتعمل بقى هذه الاكياس الى الداخل. طبعا بتعمل عقم. بتعمل الام شديده جدا. نعم. وممكن تعمل اكياس دمويه كبيره تضطر انك تتعامل معاها جراحيا. طب هل المراه ممكن يا دكتور او البنت تقدر يعني تشخص دي او تقول انا عندي هي كذا؟ البنت غالبا في الاول ما بتشخصهاش. بتبقى فيها الم جامد جدا ساعه الدوره. والالم بتاعها اي دوره عاديه بتيجي الالم اول يوم اكتر، المرض ده بالذات بيبقى اخر يوم اكتر، لان كميه الدم المحتجزه جوه جسم البنت او الست اكبر. فبالالم شديد جدا. نعم نعم نعم. طب برضه في بعض السيدات بتسال يعني هل الطمس او اللي هي الام الدوره الشهريه يعني ليها الام ضروري ولا ممكن تبقى يتعدي بسرعه؟ لا طبعا ليها الام، لازم ليها، ولكن تختلف من سيده لسيده. انما القاعده ان فيها الام، لازم فيها الام. طب انت يعني تقدر تقول انا والله عندي حاله مرضيه لما يوصل الم هو غالبا لو كان الم شديد جدا لن ست تتنبه، الالم ده حاجه ربنا عملها عشان الواحد يتنبه. نعم. ان في شيء. نعم. لكن هي غالبا انت عيله البطانه المهاجره دي بتبقى سيده بتكتشف هذا الامر لما يكون عندها عقم ما بتخلفش بقى لها مده، ويتعمل لها حاجه زي حاجه تبان بقى ان يعني ابتدي الرحم يدخل في دور وظيفته الطبيعيه، انها اتجوزت وعايزه تخلف، يبتدي يحصل تعطيل زي ما بيقولوا، فتبان بقى المشكله. هي الفكره، الخلايا الانسانيه ربنا سبحانه خلق الانسان من خلايا، كل خليه لها وظيفه. نعم. لا يمكن تنتقل خليه من مكان، اذا انتقلت خليه من مكان لاخر فانها تموت، ولكنها اذا عاشت تعيش بنفس صفاتها. هي دي المشكله بتاعت البطانه المهاجره، ما بتفقدش هويتها. تبقى لو عاشت، لان هي غالبا مش هتعيش. لو انت مثلا تخيلت ان واحد خد حته من مخه حطها في زرعه في حته، طبعا هيموت مخه طبعا. نعم. لكن البطانه دي لو انتقلت من مكانها لاخر، زي ما بتجي دوره عاديه بتيجي دوره حبيسه. هي محتجزه بقى جوه المره، ما بتتصرفش بقى لان ما لهاش طريق تتصرف منها. نعم. طب هل بتتراكم مثلا شهر بعد شهر؟ طبعا بتتراكم. لغايه ما تسبب زي وبتبقى فيها يعني الموضوع ده فيه جريدز كتير، يعني في عندها حاجه بسيطه عباره عن مثلا زي حتت صغيره كده اهوت دمويه. وفي واحده عندها او في ست كميات كتير، او ممكن واحده ست يحصل ان الرحم من كتر ما يحصل هذا الامر المتكرر بيسموه فوزن بيلبس، يعني الحوض نفسه بيبقى في حاله تجمد.
حتى ما تدخل ما تعرفش تحركه من ثبت خلاص على كده. جوه كله بيبقى جايب الطب يا رهرأ العين بالمنظار مثلا بالمنظار. المرض ده المشكله بتاعته ان ما حدش يقدر يشوفه الا الطبيب اللي بيخش جوه بطن العيانه سواء بفتح بطن او بمنظار. يبتدي يتباين الامر ده عين بين زي ما بيقولوا. طب الاجزاء يعني الاشهر اللي بيستقر فيها، هل هي اشهر الاجزاء قناتي فالوب والمبيض والحوض بصفه عامه، وساعات بيحصل الغشاء البيتوني يبقى في بعض النودول زي كده او يعني حتت نتوءات موجوده. طب هل ليه فرصه دكتور مثلا يعني يفقع او يتقطع مثلا ويسيب الدم بتاعه جوه الرحم، ولا ده ما بيحصلش؟ لا ساعات بيحصل. هذا الدم المتقطع ده بيعمل التصاقات. هذه التصاقات يعني بتخلي البويضه ما تقدرش تخش بقى قناه الثلوب عشان يحصل الحمل الطبيعي. يعني بيأدي حتى لو صرف بيعمل مشكله، بيعمل مشكله طبعا. نعم. طب الاعراض بقى اللي بتشعر بها يا دكتور يعني غير الالام مثلا، اول عرض بيبان في هذا المرض الالم بتاع الضوء. وبعدين الست تكتشف بعد ما بتتزوج وتبقى حياتها طبيعيه ان ما فيش انجاب. فبعد ما بتعمل بقى كذا فحص بيبان الامر كده. يعني هي مش بتشخصها، مش التشخيص بتاعها لما يبان ما يبانش الالم هنا بيدي اشاره انها تروح للطبيب فقط لا غير. الالم الشديد ده. طب الدكتور بيقدر يا دكتور يعني يتوصل الحكايه بسهوله، ولا بتحتاج منه يعني نوع من ال في حالات واضحه جدا لما تبقى باينه. لكن لما تبقى في الحاجه في لسه بدري يعني مثلا يعني نقطات صغيره حاجه واحده او اثنين مش باينين. نعم. بيبان طبعا بتعملها طبعا ابحاث زي يعني التراساوند طبعا اللي هو موجات صوتيه. نعم. وتحتاج طبعا تعمل منظار لازم. يعني الحاجات دي بتبين طبعا. بتدي اشارات للدكتور ان هي دي بطانه الرحم او مش. انما في حالات زي ما حضرتك قلت لو متطوره قوي الدكتور بيقدر يشخصها. لو الدكتور خبير يعرفها على طول. طب بيبتدي بقى العلاج بيبقى جراحي، ولا العلاج بيبقى مثلا دوائي؟ العلاج حسب الحاله وحسب سن المريضه. نعم. احسن علاج للاندوميتريوز ده لو بدا في الاول كان المرض بدري والسيده عندها فرصه للانجاب لو حصل الحمل. الامر بيتصلح جدا. ليه؟ لان الست الحامل دي ما بيجيلهاش دوره، وبالتالي انت بتحبط الاندوميتريوم او البطانه الخارجيه. نعم. ما بتنزلش لها دوره فما بتتراكمش دم ولا حاجه. طيب وفي طبعا علاجات ثانيه بنعمل شكل من اشكال الحمل يعني الكاذب، يعني بنديها مثلا كميه ادويه هرمونات تحبط يعني الاشاره تيجي للرحم بده يبتدي يعمل الدوره الشهريه بتتوقف. احنا بقى ممكن نديها ادويه بحيث نمنع الدوره الشهريه دي مثلا 6 شهور او حاجه كده لغايه ما يتم العلاج. وفي طبعا في علاج تاني بيبقى علاج جراحي طبعا، وده الافضل طبعا. بيتعمل منظار هذه الاماكن اللي موجود فيها البطانه المهجره دي، بتتعامل معاها بطريقه معينه باجهزه معينه زي الدايسين كده او زي الكي، بتتكون هذه المنطقه بحيث ما تعملش يعني بنحاول ندمرها وهي داخله جوه. طب اشهر السيدات يا دكتور هل ليه سن معين؟ يعني اكتر يعني بدايه اكتر حاجه بتبقى من سن 27 سنه. من سن 27 سنه. طب في بيئات معينه هنا بنسمع بعض المثل لا ملهاش بيئات معينه، بالعكس في ناس كويسين جدا بيجي لها هذا المرض. بما لا اقصد مش ما اقصدش بيئه اجتماعيه، طب اقصد بيئه مثلا حاره، في اماكن بارده اماكن حاره. لا 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 كله زي بعضه. النساء تستوفي. طب احنا ناخد اس ام اس ونرجع للموضوع الحقيقه يا دكتور. يعني في سيده بتقول اريد ان اعمل تلقيح المجهري وعندي زوجي ضعف في الحيوانات المنويه 9 مليون، فما نسبه نجاح العمليه علما كان عندي التصاقات وانسدادات في الانابيب وقمت بعمليه منظار. هل في فرصه؟ دي فرصتها احسن. اولا العدد 9 مليون هو لو مش وحش قوي لكن مش كويس برضه قوي. نعم. بتعمل لها حقن مجهري. نعم. بناخد بويضه مسح البويضه منها من بره وبنقحها بالحيوان المنوي حاجه خارجيه خالص، وبنرجع نحقنها تاني في البحر. بتاخد فتره تحضين بره حضانه بره وبعدين ترجع للام تاني. طب هنا ممكن بالنسبه لها ممكن رغم كان عندها انسدادات ممكن ما هي الحقن المجهري ان القناه فالوب الاثنين مش مفيش توصيل، مفيش وصله بين المبيض وبين الرحم، فبناخد دي نعمل لها تقحيح خارجي. نعم. ونرجع نحقنها من تحت تاني في تتحط في الرحم نختصر المسافه اللي هي بتاعت قناه فالوب. نعم. طيب في سؤال تاني يا دكتور بيقول حامل في الشهر الثاني قبل الحمل عملت تحاليل وكانت النتيجة أنه عندي التهاب في الدم في كرات الدم البيضاء أكثر من الحمراء، قال الطبيب أنه لا يؤثر على الصحة إلا في حالة الحمل. ما هو تأثيره على الجنين ومتى ستكون الولادة إذا كانت آخر دورة في 23 أكتوبر 2013؟ 23 أكتوبر يبقى 30/7 الولادة. لكن أصل كلمة التهاب دي كلمة عامة. حسب النوع اللي في امراض مثلا زي التوكسوبلازما مثلا الناس بتسميه التهاب بياخد ممكن تاخد علاج وهي حامل. نعم. وفي التهابات تكون عامه مش حاجه مش محدده الحقيقه. مش محدده. لكن حسب يعني هو السؤال بتاعها ناقص لان هو نوع التهاب كان ايه. طيب انا يعني حضرتك لو شايف الاس ام اس ده بتاعك حضرتك تتواصل معانا على ارقام الشاشه اللي هي 1767 او 09712 او 09305 حسب التهاب الموجود. ناخد منها ان شاء الله ايضاح اكتر. يعني
طب برضه هنا يعني انسداد الانابيب يا دكتور والسقاط ده ممكن برضه راجع للبطانه المهاجره ولا ملوش؟ ممكن بطانه مهاجره تعمله وممكن حاجات تانية تعمله، يعني اي التهاب ممكن يعمل حاجه زي كده. اي التهاب؟ التهاب في قرنتي فالوب ممكن يعمل انسداد، لان التهاب بيسيب اماكن يعني التصاقات بتعمل انسداد في يا دكتور برضه يعني احيانا بعض السادات بيسال يعني حجم القناه فالوب بيبقى طولها قد ايه مثلا او كده عشان تخيلها يعني نظريا يعني. هو حوالي 7 سنتي. حوالي 7 سنتي قناه فالوب بتحمل البويضه للرحم يعني. طيب في فتاه بتقول قبل من العمر 19 سنه تزوجت قبل شهر وانا اتناول حبوب منع الحمل، هل يؤثر هذا فيما بعد؟ لا غالبا لا، اصل هو الحمل بتبقى حاجه وقتيه، بتعمل احباط للتبويض فتره وقتيه، بمجرد ما يعني تشال السبب بيحصل لها تبويض عادي. في البدايه يعني 19 سنه ما فيهاش مشكله لا. طب برضه بيطرح معانا سؤال يا دكتور، يعني افضل سن الايجاب يعني في البيئه المصريه والمناخ المصري؟ احسن سن الايجاب من 18 لغايه مثلا 28 30. ده افضل سن الانجاب وتعدي بسلامه لغايه 35 سنه مثلا من 18 لغايه. اصل هو سن الانجاب في مصر اتغير. نعم. الزواج في ظل الظروف المناخيه العامه دي اتاخر قوي، يعني انا مثلا بتجي لي واحده ست عندها 40 سنه متجوزه عروسه، هقول لها ما تولديش؟ لا طبعا. لكن هو طبعا بتتكلم على الصوره المثلى يا دكتور. طبعا الصوره المثلى طبعا من 18 لغايه 35. الفتره اللي هي البنت في شرفها. لكن هو طبعا دلوقتي ما اقدرش احكم زي زمان. نعم. يعني طبعا. في ليها بعد اجتماعي واقتصادي طبعا. طب ام حبيبه معانا اتفضلي. لو سمحت يا دكتور، انا معايا حبيبه عندها 3 سنين. نعم. وعملت عمليه منظار تكيفات. منظار ايه؟ فقال لي الدكتور تعالى على ميعاد الدوره. منظار تكيفات. من بعد ما تجي الدوره ب 12 يوم. فالدوره ما جاتش. طب في سؤال لما عملت المنظار كان ليا 9 ايام ماشيه الدوره. يعني انت كان عندك في المنظار بان فيه تكيفات؟ ايه دكتور؟ بان ان في تكيسات في المبيض؟ ايوه. بصي، التكيسات ده هو مرض بيصيب السيده ويعمل عقم، هذا المرض اسمه، معلش انا هستعمل اللفظ الانجليزي، بوليسيستيك اوفيريان سندروم. كلمه سندروم اي تزامن الاعراض. نعم. سندروم معنى كلمه سندروم اي تزامن الاعراض. نعم. بيجي في هذا المرض 4 اعراض. طب ليها سؤال ثاني يا دكتور، حضرتك تحب تستوضح منها على شيء؟ انا هوضح لها بس الامر اللي بتقوله. في سؤال ليها هي حضرتك تساله؟ اسالي اتفضلي. لا هي انت حضرتك تحب تسالي على حاجه تستوضح؟ لا خلاص، ما انا بس هي تقول لي عندها تكيس. طيب شكرا لك يا ام حبيبه. وانتظر ان شاء الله قدام الشاشه. المرض اسمه التكيس المبيض، ده هو مرض بيصيب السيده وبيعمل 4 اعراض متزامنه. كلمه تزامن يعني الاعراض بتيجي مع بعضها، الوزن زايد شويه والدوره ملخبطه شويه والخلفه قليله شويه والشعر زايد شويه. الشعر زايد شويه ده بيبقى له صفات زي الولاد شويه، يطلع شعر في الدقن، يطلع شعر تحت الصوره، يطلع شعر في الرجلين، يطلع يعني ليه بيبقى في المرض ده الهرمون الذكور بيبقى عالي شويه. نعم. فبيخلي الست شكل الشعر يبقى زي الولاد شويه، زي الشباب شويه، خشن شويه. خشن شويه. وده ليه بقى طريقه في التعامل، يعني بندي يعني ليها ادويه، طريقه معينه في البروتوكول. نعم. معين بيتاخد في في التكيس المبيضين ده. نعم. وده طبعا بيعمل عقم، وده مرض الحقيقه منتشر جدا جدا. طب الكي اللي هي عملته للتكيسات دي؟ الكي ده بيساعد، بيختزل حجم الرحم. هذا الكي بيختزل حجم الرحم تاني، الرحم بيختزل حجم المبيض، وبالتالي حجم المبيض لما بيقل شويه كميه الهرمون الذكوره بيقل شويه. لان هرمون الذكوره اي ست عندها استروجين وبروجستيرون واندروجين هرمون ذكوره، هذا هرمون الذكوره ده لما يبقى عالي اكتر من اللازم يحبط التبويض. وقلت لك بيعمل اللي هو الشعر المتزايد. والشعر الزياده ده بعدين بنبدا بادويه بتخلي الشعر ده يقل شويه. نعم. بمعنى احنا لو سيطرنا على الهرمون بيشتغل زي وحده واحده، يعني زي وحده، زي ما يكون عندك تليفون محمول، ما ينفعش تكسر التليفون محمول تدي واحد نص وانت نص. نعم. فاحنا عايزين نعمل الهرمون ده نكسره، لو اتكسر هرمون الذكوره ده ما يشتغلش. وبالتالي هرمونات الانثويه تبقى عاليه شويه عن كده. جميل. انما الكي احنا بنسمع كثير من الدكاتره لا بيتعمل عمليه اسمها اوفيان دريل. اوفيان دريل احنا بنختزل حجم المبيض بهذا الكي. نعم. بنيجي عند بنخش بمنظار، المنظار بيبقى عباره عن فتحه في الصوره. نعم. هذه الفتحه بتدخل كاميرا. نعم. وفتحتين اقل من سنتي في اليمين والشمال، بنخش منهم الات رفيعه زي بدل الايد في البطن. نعم. ونتعامل مع الموقف كأن الدكتور جوه الرحم بنفسه، كأنك جوه لانك انت شايف. نعم. المنظار اللي بيخش من البطن ده او بيبقى كونكتد على سكرين، متوصل على الشاشه، على شاشه التلفزيون عاديه كده. نعم. فانت بتبقى شايفها وبتكوي بقى الحتت اللي انت ايه شاكك فيها. ونفس بتكوي هذه التكيسات. نعم. ونفس الاندوميتريوز او المطاعم المهاجره دي بنعمل فيها كده برضه، بندخل بمنظار ونشوف الاماكن اللي فيها هذه البطانه دي. نعم. وبنيجي على كل بطانه لوحدها ونكويها.
وبالتالي ما تحصلش ما تستجيبش تاني لانها انتهت. ما لهاش مردود تاني بعد كده الحمد لله. ساعات ليها حياه مردود وساعات ما تستجيب، يعني ما فيش امر عام، لكن هو ده الفكره الاساسيه. نعم نعم توضيح جميل. استاذ صباح اتفضلي. استاذ صباح. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. معايا الدكتور. ايوه سامعك اتفضلي. ماشي يا دكتور. انا ليا اختي في الشهر الثامن. نعم في الشهر الثامن، فمن اول الثامن الضغط بتاعها عالي 150 على 100. فالدكتور قال احنا هنحلل زرار الاول ونشوف، فحللنا زرار طلع بلس 1 كويس، طلع يعني موجه واحد. ايوه فقال مش هتبقى اي علاج ولا حاجه، اما يعني حل يعني علاج نشوف الضغط الاول 3 ايام ورا بعض الاول. فشفنا الضغط انا برضو عادي 145 على وقف على 145 على 90. فقلنا فهي تعبانه على طول، فاستسلمنا دكتور تاني، فهو الدكتور الاولاني اما تاخدش حبوب ضغط خالص، والتاني قال لا تاخد حبوب ضغط. طيب خلاص. بص يا صباح، شكرا لك يا مدام صباح. شكرا يا مدام. بص هو المرض ده بدايه تسمم حمل، بيبقى الضغط عالي وفي ورم في الجسم وفي